للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة الدكتور أحمد قنديل الكاتب المتخصص في الشؤون الأسيوية. أستاذ أحمد أهلا بك ومرحبا. يعني إلى أين سيصل الوضع في إيران بعد هذه التظاهرات وتعامل الحكومة الإيرانية معها؟ أعتقد أنه من المبكر للغاية التنبؤ أو التكهن بالطريق الذي سوف تسلكه الاحتجاجات المتنامية في إيران خلال الأربعة أيام الماضية. الحقيقة هذه ليست أول احتجاجات ضد النظام الحاكم الحالي في طهران، ولكن ولن تكون الأخيرة. هذه الاحتجاجات يعني اختلفت آراء المراقبين للوضع الإيراني بشأنها. هناك من يرى أنها ثورات عفوية انطلقت من فئات شعبية تضررت كثيرا من الأوضاع الاقتصادية بالغة السوء في إيران، ودفعتها معدلات الفقر العالية إلى التعبير عن غضبها تجاه النظام الحالي في طهران. هناك فريق آخر من المراقبين يرى أن هذه الاحتجاجات ما هي إلا صراع على السلطة ما بين أجنحة محافظة تعارض توجهات الرئيس الإصلاحي الحالي حسن روحاني، لأنه يهدف إلى تقليص نفوذها في البلاد، وبالتالي تحاول تقليب يعني أو إظهار قواتها في مواجهته على هذا المنوال. هناك فريق آخر من المحللين الغربيين ينظر إلى هذه الاحتجاجات باعتبارها محاولة من الولايات المتحدة وعدد من دول الإقليمية الإطاحة بالنظام الحاكم في طهران، لأنه يتبع سياسات تزعزع الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. وبالتالي في ضوء تعدد هذه التحليلات والتفسيرات، أعتقد أنه من الصعوبة للغاية التنبؤ بالمسار المستقبلي لهذه الاحتجاجات. طيب سيد أحمد، بالطبع كان هناك الحديث عن سقوط قتلى خلال هذه التظاهرات وتأكيد الشرطة ووزير الداخلية الإيرانية على استخدام القوة والحزم في قمع هذه التظاهرات. كيف ترى تعامل الشرطة مع المتظاهرين، وهذا تعامل إلى أين سيصل بالأمور؟ هل سيصل إلى إنهاء هذه التظاهرات ولو حتى بالقوة، أم سيصل إلى يعني انقلاب الكفة على الحكومة الإيرانية بأنها القامع للتظاهرات السلمية؟ حضرتك سؤالك مهم للغاية، لأن الأسلوب الذي سوف تستجيب به الحكومة الإيرانية سوف يعني يكون له تأثير بالغ على توجيه مسار الأحداث في الفترة صحيح. القادمة. الاستخدام العنف المفرط والقمع الشديد من جانب القوات البوليس أو الشرطة الإيرانية من شأنه يعني هو سلاح ذو حدين. من ناحية من شأنه قمع أو يعني إنهاء الأزمة مؤقتا وحشد القوى المعارضة للنظام لتفجير الوضع مجددا. هذا أحد الأدوات الذي ثبت فشلها من تجارب يعني الاحتجاجات التي كانت في السنوات السبع الماضية في دول الشرق الأوسط. أما الأسلوب الثاني المرجع هو اتباع سياسات استرضائية للفئات التي يعني تعاني من شدة أو وطأة الأوضاع الاقتصادية السيئة. الحكومة الإيرانية حتى هذه اللحظة لم تلوح بتغيير السياسات الاقتصادية التي يزمع الرئيس حسن روحاني اتباعها. هو وضع منذ 3 أسابيع موازنة جديدة للعام الجديد يعني قوامها 104 مليار دولار، لا يتوفر له منها حسب التقديرات سوى 70 مليار دولار، وبالتالي هناك 34 مليار دولار عجز متوقع. الحكومة حاليا تفكر في تقليص الدعم على الطاقة من أجل تقليص هذه الفجوة، وطبعا هذا يلقى معارضة شديدة للغاية، لأن هناك عشرات المليارات من الدولارات تنفق على قوات الحرس الثوري الإيراني. صحيح سيد أحمد، كنت سأسألك، أليس من الغريب الحديث عن وجود أزمة اقتصادية ومعدلات فقر في دولة هي داعمة لعدد من الجماعات الإرهابية، إن كان ميليشيا الحوثي في اليمن أو حتى حزب الله في لبنان، وطبعا إمدادهم بالأسلحة والأموال وما إلى ذلك؟
الحقيقة هذا هو نقطة رئيسية فيما يجري حاليا، لأن الشعارات التي رفعها المحتجون خلال الأيام الأربعة الماضية تعبر عن هذا التناقض. كيف والحكومة تدعي أن هناك أزمة اقتصادية طاحنة وتقلل الدعم للفئات الفقيرة، أنها تستمر في الإنفاق المفرط على قوات الحرس الثوري سواء في العراق سواء في سوريا سواء في اليمن سواء في لبنان. وبالتالي هناك حالة من الغليان وحالة من الاحتقان الشديد التي تعبر عن مثل هذا التناقض. طبعا القوات الحرس، طبعا الاحتجاجات دي كشفت عن ان هناك يعني الخط الفاصل ما بين وجود قوى إصلاحية وقوى متشددة ليس صحيحا، لان الرئيس روحاني بدأ يميل الى الاستجابة لكل متطلبات الحرس الثوري الإيراني الذي يبدو مسيطرا الان على الاوضاع الاقتصادية من خلال سيطرته على العديد من الشركات الاقتصادية، من خلال تدخله ونفوذه في اعتماد الميزانيات المطلوبة لأنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وبالتالي يعني هذا التناقض ما لم يتم حله في الفترة القادمة سوف تستمر الاحتجاجات على أشدها. نعم، كنت أقول لحضرتك أن هناك انتقادات وجهت لاستراتيجية الحكومة الإيرانية واستراتيجية الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن كل الأوضاع، إن كانت اقتصادية وحتى سياسية، انتقادات وجهت من الدول العربية وكذلك الدول الأوروبية وأمريكا. هذه التظاهرات كما ذكرت هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. ما هو الوضع التي يمكن من خلاله أن تغير إيران من سياساتها واستراتيجيتها حتى لا تصل إلى وضع الانقلاب على الحكومة الإيرانية أو الحديث عن تغير في السلطة الإيرانية؟ الوضع الحالي يمكن قراءته في أن هذا النظام أصبح محاصرا سواء باحتجاجات في الداخل أو مواقف متشددة. صحيح. في الخارج، معظم الدول الخليجية والولايات المتحدة وعدد آخر من القوى الكبرى في العالم تنتقد النظام الإيراني الحالي نتيجة تمويله ودعمه المالي واللوجستي والسياسي للميليشيات المسلحة في عدد من الدول العربية في مقدمتها اليمن ولبنان. إذا فكر النظام السياسي أو حس بالخطر سواء من ناحية تنامي الاحتجاجات الشعبية في الداخل وإحكام الحصار حوله من الخارج، أعتقد أن ده سوف يكون إيجابي للغاية في تغيير سلوكياته العدائية تجاه دول المنطقة. النظام الحالي يراهن على أنه سوف يعني يكسب أرضيات جديدة لتوسيع نفوذه الخارجي والاستيلاء على ثورات هذه الدول من أجل يعني ضخ السيولة أو الأموال في نظامه الاقتصادي. هذا الرهان الحقيقة نجح إلى حد ما في العراق مؤخرا نتيجة إعادة سيطرته على يعني النفط المستخرج من منطقة كركوك التابعة للأفراد. نعم. بعدما فشل ربما سيد أحمد من الضروري أن تركز إيران على أحوالها الداخلية بدلا من النظر إلى الدول العربية واستغلال أزماتها. الدكتور أحمد قنديل الكاتب المتخصص في الشؤون الأسيوية، شكرا جزيلا لك.